يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويحقق هذه السنة في الأخلاق كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى، في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. فينظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في سنته التي نقلها عنه أصحابه رضي الله عنهم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتخلق بالأخلاق التي جاءت في كتاب الله تعالى من الحلم والصبر والكرم والصفح وحسن الظن، وهكذا الأخلاق الحميدة. ولذلك قال أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقلا عن بعض السلف كالحسن البصري وكعبد الله بن المبارك، حسن الخلق يكون بثلاثة أمور: ببذل الندى الكرم، وكف الأذى، وطلاقة الوجه. زول الأخلاق حسنة تلقى وجهه طليق، وتلقاه يبذل الندى، كريم في السفر تلقى كريم، لو جيت في بيته تلقى كريم، في المواصلات في أي مكان كريم الكرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم. تكون كريم. ومما يعين على هذا الكرم الزهد في الدنيا واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. يعني الزول الكريم ده لو ما بقى مخلص البذل بيبقى له صعب، لأنه في النهاية الله سبحانه وتعالى قال: وتحبون المال حبا جما. لكن الزول الذي يبتغي وجه الله تعالى فإنه يبذل هذا المال، وهذا دليل وبرهان على إيمانه كما في صحيح مسلم: والصدقة برهان. تلقاه كريم، تجده كريما. وكف الأذى ده من حسن الخلق، لابتاز الناس باللسان ولابتازاهم بالفعل. يعني بعض الناس يؤذي الخلق بأفعاله وبلسانه، تلقى قاعد في الشارع أي زول جماري يعلق عليه، وده أذى، لأن اللسان ده فيه أذى زي ما الله قال في القرآن: لن يضروكم إلا أذى. أذى اللسان ده فيه أذى للناس، فتلقاه يعلق ويضحك بيدا ويسخر بيدا ويتكلم في ده. ويل لكل همزة لمزة. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. يازى باللسان. وبعض الناس تلقاه ميزته ومزاجه الإحراج، أي شيء بيحرجك فيه بس بيقف لك في حلقك، بس أنت ما تبقى كذي، غير ما الناس يبغضوك ما بتستفيدي. تلقاه أي شيء يعلق عليه التعليق اللاسع ويجهل الناس اللي حوله في حاجة فارغة ساي. واحد يقول أستراليا دي بالشرق تكون بالغرب، يقف له في حل اللي عرفك انت، يقول انت حاجه ما عارفه بتخش فيها ليه، بس في داعي تقول بالشرق ما بالشرق. يا اخي ما تفوت وساك عم بقت بالشرق ولا بالغرب، في نهايه بعيده نصلها كيف ما معروف، انت ما في نهايه ارباش تعرفها في الشرق ولا في الغرب.
كلام تلقاه في موضوع بسيط يجيب للزول في حلقه. ولذلك الإنسان يعني يتخير أفضل الألفاظ ويخاطب بها الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل هذا الحديث في البخاري ومسلم من رواية عدي رضي الله عنه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. أن تقول القول الحسن وأن تعمل به. فده يا جماعة بعض الوقفات حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة المعاملات، تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملات، لأنه الدين ده ما في المساجد بس، الدين في المسجد في الشارع، في أحكام إماطة الأذى عن الطريق ده من الأحكام، في الشارع ذاته في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله مجالسنا ليس لنا منها بد نتحدث فيها. قال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ ذكر أربع أشياء: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو ما بتقدر على الأربعة ديل ما تقعد في الشارع. غض البصر، يقول لك وأنا ذاتي قعدت عشان عاين، يبقى أنت ما بداية تقعد. وكف الأذى، ما تأذى زول جماش ركشة الكعبة وشنو، واحدين يلقوا بتاع درداقة فتران شايل له ترمز والنهي، إنك ترمز هاي أكله، معقولة يا أخي؟ ويضحكوا عليه. وكف الأذى ورد السلام، كتار تلقاهم سلام عليكم ولب عين لك، واحد كمان الخلاص الفيو خير يقول لك مرحب، مرحب دي ما رد السلام، مرحب دي ما رد السلام، سلام عليكم، عليكم السلام. واحدين بيتموها تقول له السلام عليكم، يقول لك ورحمة الله وبركاته، يعني تمالي هنا ما دار يديك ذاته، تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كله في الشارع ده لاقان. ولذلك المعاملات في الشارع في البيت في أي مكان، أنت مسلم ما في المسجد بس، مع الزوجة أنت مفروض تتعامل بالإسلام، خيركم خيركم لأهلي. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة رضي الله عنها، هالة بنت خويلد بعد سنين من وفاة خديجة بنت خويلد جاءت أختها هالة فاستأذنت، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم استئذانها فذكرته خديجة رضي الله عنها، وكان يحب خديجة. وهكذا الوفاء والمعاملة الطيبة والرحمة، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. مرة في البيت تلقى يجي ينهرها ويجي كورك يا بيت، هي مرة قدره يا بيت، أقول يا أخ يا ولية ووك. وفي المواصلات والله يا جماعة قبل يومين شفت منظر والله جربت أبكي وما قدرت أعمل أي شيء، غايت ما تمنيت السلطة في حياتي إلا قبل يومين، تمنيت أكون سلطان ولا وزير ولا حاجة، بس في زول في الشارع نجمه بها. مرة مارقة ضعيفة وعيانة وشايلة كيس بتاع عدوية ورقة والراجل بنهر فيها، أجيب هنا سوي كده ويمدنقر وتعبان وجنبها طفل، دين رحمته وين؟ المرة دي تغسل وتخدم وتطبخ وتنظف وتهتم بالولد وتساهر معاه
وكذا وتقضي الوتر وتستر، وإذا قالوها البيت كيف تقول أحسن شيء، وفي أي شيء فيه وهي ما في أي شيء، وتعمل وتعمل وتعمل، وده في النهاية يهين فيها. أدوها له كاملة كده، أبوها والوليدة وأخوانها أدوه مرة كاملة شيلة، وساق دخل بيته وقفل الباب وزل جوا. معقولة يا أخي؟ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا غليظا. ولذلك يا جماعة الأمر يطول المعاملة، أن تعامل الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الناس. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى، صلى الله وسلم على نبينا.